آثار القصف العشوائي على المنازل بجانب المشفى الوطني في القصير، 14/12/2011. هذه الفتحات نتيجة قذيفة البي ام بي، تم تدمير المنزل بأكمله، وهذه الفتحة في السقف. هذه إصلاحات الشارع التي يعدنا بها، تم تدمير المنزل بأكمله، وهناك منازل كثيرة ولكن لا نستطيع الوصول إليها نتيجة تجمع الجيش والحواجز الأمنية الكثيفة. خمس القصير 14/12/2011. آثار القصف وتدمير المنازل من القوات المتمركزة في المشفى الوطني. هذا المنزل احترق بأكمله، وهذا آثار الحريق. هذه الفتحة نتيجة القذيفة المدفعية والبي ام بي تهديم المنازل. حمص القصير 14/12/2011. تم تدمير المنزل.